رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، ودلوقتي هنروح عشان نعرف معاكم بقى ايه اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، زي انطلاق فعاليات الدورة التانية من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. النهاردة كمان هتغادر بعثة منتخب الكاراتيه إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، ده غير كمان بقى أن النهاردة في 4 مباريات قوية جدا في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكأس العالم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. المهرجان بيحتفي بالثقافة الفرنكفونية عبر عرض أفلام من كافة الدول الأعضاء في منظمة الفرنكفونية، وهيستقبل السنة دي عدد من أهم الفنانين والدبلوماسيين والمتخصصين الفرنكفونيين في دورته اللي هتستمر فعالياتها 5 أيام في دار الأوبرا المصرية. النهاردة هتغادر بعثة منتخب الكاراتيه لجنوب أفريقيا للمشاركة في منافسات البطولة الإفريقية اللي هتقام في الفترة من 29 نوفمبر لحد 5 ديسمبر المقبل، وبتضم قائمة المنتخب في البطولة 34 لاعب ولاعبة. بالنسبة لماتشات كأس العالم، النهاردة في 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات. هيلتقي منتخب قطر مع منتخب هولندا الساعة 5 العصر، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب السنغال مع الإكوادور. الساعة 9 بالليل هيلتقي منتخب إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس التوقيت هيلتقي منتخب إنجلترا مع منتخب ويلز.